تعد دار الثقافة مبارك الميلية الوجهة الوحيدة للأطفال بحثاً عن البسمة والفرحة والفرجة المضمونة. أنا دعاء جيت لدار الثقافة مبارك الميلي لأرفه عن نفسي ولأتمتع بالمسرحيات التي أعجبت بها كثيراً. واليوم دارونا مسابقة فكرية وحنا استفدنا منها بزاف بزاف. أنا اسمي مروة، جيت لدار الثقافة نتفرج عروض المسارح الجميلة. نشكر مدير دار الثقافة مبارك الميلي. العروض المقدمة تمتزج فيها الموسيقى الهادفة وخفة الأداء بألعاب فكرية وعروض بهلوانية للمهرجين خاصة أبناء الولاية. برنامج تاريخ متنوع سطرناه مدروس، في مسابقات فكرية، في مهرجين، في مسابقات رسم، عروض مسرحية قدمتها الجمعية وكل أعضاء الجمعية متكونة من شباب هذه الجمعية. الحمد لله قدرنا نوصلوا للفرحة وندخلوا الفرحة النفوس هذه الأطفال اللي حضروا معنا. أمام هذا الإقبال اللافت للأطفال أصبحت دار الثقافة مبارك الميلية مطالبة بتقديم المزيد لرسم الفرحة على وجوه هذه البراءة.